يقدم ثم هذا يقول ما صحة أحاديث الرايات السود؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لحديث إذا رأيتم الرايات السود قد أقبلت من المشرق فأتوها ولو حبوا على الثلج فإن فيها خليفة الله المهدي. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد عن قال حدثنا وكيع عن شريك عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي قلابة عن ثوبان رضي الله تعالى عنه بالحديث السابق. هذا الإسناد فيه شريك وله أوهام وأخطاء، ولكن وكيع ممن سمع منه قديما، كما أن فيه علي بن زيد بن جدعان وهو لا يحتج به لسوء حفظه، ولكن قد جاء هذا الحديث من وجه آخر وليس فيه ابن جدعان، فرواه البزار من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان. وهذا الإسناد رجاله ثقات، ولذا صححه البزار. وقال بعض أهل العلم أن عبد الرزاق قد تفرد به، ولكنه قد جاء من وجه آخر عن سفيان الثوري، فرواه الحاكم من طريق الحسين بن حفص عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان. ففي هذا الإسناد توبع عبد الرزاق على روايته عن سفيان الثوري. طبعا رواية عبد الرزاق قد تكلم فيها عن سفيان الثوري. عبد الرزاق سمع من سفيان الثوري في حالتين أو في مكانين. المكان الأول كان باليمن، والثاني كان بالحج أو في وقت الحج. ففي المرة الأولى ضبط عبد الرزاق عن سفيان، وفي المرة الثانية عندما سمع منه في وقت الحج لم يكن سماعه متقنا، فبالتالي أصبح في روايته عن سفيان الثوري فيها بعض النظر، وذلك في سماعه الذي كان بمكة، بخلاف القسم الأول الذي كان سماعه منه باليمن، فإنه قد ضبط عنه. فلذا ينبغي أن ينتبه إلى أنه أحيانا قد تأتي أخبار فيها غرابة أو نكارة من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري فتحمل على سماعه الذي كان بمكة، ولكنه هنا قد توبع. وإن كانت هذه المتابعة لا تكفي، لأن سفيان الثوري إمام حافظ، وقد روى عنه كبار الحفاظ من وكيع بن الجراح ومن عبد الرحمن بن مهدي ومن يحيى بن سعيد القطان وغيرهم كثير. فتفرد عبد الرزاق وتفرد الحسين بن حفص يعني لا زال في النفس من ذلك شيء. نعم، بالإضافة إلى غرابة هذا الإسناد، ولكنه جاء أيضا من طريق آخر عن خالد الحذاء، فجاء من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن خالد الحذاء. وهذه الطريق عبد الوهاب بن عطاء صدوق لا بأس به، لكن أيضا لا تطمئن النفس الطمأنينة التي تجعل الناظر يحكم ويقطع بصحة هذا الحديث. طبعا طريق عبد الوهاب بن عطاء جاءت عند الحاكم، وقد صححها الحاكم في كتابه المستدرك. نعم، فالخلاصة أن في هذا الحديث فيه بعض النظر في النفس من تصحيح هذا الحديث شيء. طبعا جاء بعض هذا الحديث
من طريق يزيد بن أبي زياد، بعض هذا الحديث جاء من طريق يزيد بن أبي زياد، ويزيد بن أبي زياد لا يحتج به. نعم، هذا بالنسبة لحديث رايات السود، ولكن ينبغي الانتباه إلى أن طريق عبد الوهاب بن عطاء عن خالد الحذاء عن أبي كلاب عن أبي أسماء عن ثوبان موقوفة، والحافظ أبو بكر البيهقي عندما ذكر طرق هذا الحديث في كتابه دلائل النبوة لم يصحح هذا الحديث، وتكلم على بعض هذه الطرق بما يفيد ضعف هذه الطرق التي تكلم عليها، فهو خلاصة كلامه أنه لا يصحح هذا الحديث، فهذا الحديث في صحته نظر، والله تعالى أعلم.